تقل محمد كاتب العام إقليمي ديال قطاع سيرة أجرة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. حنا كنتواجدوا أمام محكمة ابتدائية في مشكل ديك السائق مهني اللي وقع له مؤخرا ديك مشكل مع ديك السيدة ديال الصيف الثاني. الحمد لله يعني دخلنا بخيط ابيض مع هاد الناس هادو. السيدة لمسنا فيها يعني الخير، إنسانة طيبة، الأب ديالها رجل طيب تفهم الوضع. يعني الوالدين عاود سائق مهني دراوش، السائق المهني 24 سنة ديال العمل، ما عمرو وقع له شي شكاية في مكتب التنقيط. يعني الحمد لله يعني احتوينا الوضع، يعني العوائل ديالهم يعني تفاهموا الامور بيناتهم ودخلنا بخيط ابيض وتم التراضي وتم الصلح بحال اللي كيقولوا يعني بعض الناس بان بالمقابل. الناس تنازلت بدون مقابل، الحمد لله الامور مشات. الاجراءات اللي دارت او مثلا يعني خسائر بسيطة هي اللي تأدت، والإخوان المهنيين هما اللي طوعوا الدواء. كنشكروا جميع يعني المتداخلين اللي تضامنوا مع السائق المهني واللي تضامنوا فعلا التضامن يعني حتى مع السيدة. حنا كمسؤولين نقابيين كنعتذروا جميع السيدات يعني المغاربة، وكنعتذروا جميع المواطنين يعني الى هذا يعني التصرف لا ارادي اللي كان خارج على يعني الاراده السائق. يعني هو بيدو ما عرفش كيفاش وقع له يعني انفعال، هذا كان رده الفعل، ولكن ما كنبغيوش هذه الانواع التصرفات. كنبغيو السائق المهني يتحلى بالصبر، كنبغيوه يكون يعني رجل ثقه معنى كلمه، يكون مثلا يعني نموذج يحتذى به، يتعامل مع المواطنين، يعرف كيفاش يسلك الامور. فعلا حنا كنعرفوا كاين ضغوطات على السائق المهني، لا من ناحيه مثلا ريسيتا الغازوال، ضغوطات الطريق، ضغوطات مثلا الكراجات، ضغوطات مثلا يعني العدد الركاب اللي كيركبوا معاه، كل واحد كيفاش الطينه ديالو. كاين اللي كيطلعوا ناس طيبين، كاين اللي كيطلعوا مثلا يعني ناس كل واحد ومثلا المعدن ديالو. ولكن كنوجه نداء لجميع السائقين المهنيين يتحلوا بالحكمه والصبر ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع المواطنين. المهم هذه يعني ربما هذه الواقعه بحال اللي كيقولوا رب ضاره نافعه، يستفد منا السائق المهني ويستفدوا منا يعني المواطنين، حتى هما يحاولوا ما امكن ديك السائق المهني يرحموه، يحسبوه انسان، ما يحسبوه شي اله مثلا يتعاملوا معاه بالاستفزازات وهذه. ولكن في المقابل حنا كنحثوا وكنلحوا على السائق المهني يتعامل مع المواطن بلا باقة وباحترام متبادل ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناه اش كاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اش كاين من بلاي ستور واب ستور.